الأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك وابتدى مرة تانية يكون في كلام وكشف للملف الخاص بنبيل عماد دونجا داخل نادي الزمالك. كشف مصدر داخل مجلس الزمالك ان في تطورات جديدة في اللي بيتعلق بضم نبيل عماد دونجا لصفوف القلعة البيضاء في الفترة القادمة. أوضح المصدر ان مسؤولي الزمالك عرفوا ان إدارة بيراميدز خلاص عندها موافقة مبدئية انه اللاعب يرحل وينتقل للزمالك في نهاية الموسم، لكن مستنيين من إدارة بيراميدز ان يكون العرض مناسب ماديا وان ده يعني تغير تماما في موقف النادي السماوي. زي ما كنا عرفنا مع حضراتكم كان في كلام في المواسم السابقه انه اللاعب عايز ينتقل لنادي الزمالك، لكن في منع تام من قبل اداره بيراميدز انه اللاعب ينتقل او انه يرحل عن الفريق. نادي السماوي مرحب ولكن منتظرين عرض مادي جيد. كمان المصدر قال ان الزمالك هيعرض على مسؤولي بيراميدز خلال الايام القليله المقبله المقابل المالي اللي بكلمكم عليه، بجانب انتقال 2 لعيبه كمان من الزمالك لبيراميدز علشان يحسموا صفقه دونجا. اضاف المصدر ان اداره الزمالك اتفقت مع اللاعب على كافه التفاصيل خلاص الخاصه بالمقابل المالي في عقده واللي هيحصل عليها اللاعب، كمان مده التعاقد هتكون عامله ازاي واللي هتكون لمده 4 مواسم.